بونجور تو الموند. في الاوطان العربيه والاوطان سورتو الاوطان العربيه والاوطان المسلمه، الا كاين العنف لا هارسيلمون سيكسويل ولا فيربال، الرجل المراه ولا المراه الرجل، باسكو سوفون تنهضروا على لا هارسيلمون ديال الرجل للمراه وتنساو بلي كاين لا هارسيلمون ديال المراه للرجل. اوكي، دونك الاسباب في نظري اسباب ثابته. اول شيء عزوف عن الزواج، العزوف عن الزواج سا فو دير الناس ايزون با اون افينيتي بور لو مارياج. اوكي، دونك لو مارياج الناس مابقاوش بغاو يتزوجوا تو سامبلومون باسكو الرجال نورمالمون قوامون على النساء. اوكي، ما يمكنش تزوج اون فام وانت ما عندكش ان سيغتان روفوني. دونك علاش كاين العزوف على الزواج؟ تو سامبلومون حيت البطاله فرص الشغل في نشوت، في هبوط، ماشي في تزايد، في هبوط، باسكو لا طونطونس ايكونوميك مونديال دابا النظام الراسمالي العالمي كيمشي في المكننه وكيمشي في لانفورماتيزاسيون، وهادشي كيخلي راس المال البشري اللي هو الانسان ما كيلقاش وظيف، سورتو ان النساء يشغلن وظائف الرجال. اعيد، النساء يشغلن وظائف الرجال، كاينين دي بوست خصو يشدهم الراجل، كتشدهم اون فام، دوكو الراجل الي اون بيطالة. فوالا، دونك ما كايناش الخدمه، ما كاينش الزواج، دوكو تندوزو لما هو الياتوار، ما هو عشوائي، تنبعدو من ما هو منظم اللي هو مؤسسه الزواج وتنمشيو لما هو عشوائي اللي هو لارسيلمون. ثالث شيء محاربه التعدد، التعدد وجه من اوجه نظام في الحياه، التعدد يعني الرجل يتزوج اكثر من مراه. في شريعه الله القانون يقول الحاله لو كان نورمال سيكو الرجل يتزوج اكثر من مراه، الرجل ان يتزوج مراه واحده فهذا حاله خاصه. اوكي، حاله خاصه، سي با لو كادر جينيرال، لا لوا سي الراجل يعدد مقاصد كثيره. كنا نديرو اون فيديو على مقاصد التعدد، مقاصد كثيره، اول مقصد هو الانفاق والاعاله. اوكي، هناك نساء حوامل، نساء مطلقات، ارامل، ما الى ذلك. دونك الا شفنا دي بروستيتوي في الشارع، الا شفنا الاولاد كيمشيو مع البنات في الشارع، الا شفنا باسكو العزوف عن الزواج، باسكو يا با دو ريفوني، يا با دو ستابيليتي. فوالا، دونك ظروف اجتماعيه تتخلي العزوف عن الزواج، اي دوكو كيبانو هاد لي زانومالي، كيبانو هاد الامور اللي هي توكسيك في المجتمع، سو سون دي توكسيسيتي سوسيال. تنشوفو بلي الرجال يتحرشوا بالنساء والنساء كذلك تتحرش بالرجال.